عشاق السفر في كل مكان، تحياتي لكم. طمنوني كيف صيامكم؟ إن شاء الله أموركم كلها تمام، والله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا كريم. اليوم يا جماعة بدنا نروح على مكان ما بعرف، يمكن كلاتنا اشتقنا له، كتير من الناس ما راحوا عليه منا، ولكن دائما بكون عنا حنين لإله. نحن عم نحكي عن مكان هو عبارة عن القضية الأولى للعرب والمسلمين يمكن في كل العالم. اليوم بدنا ناخدكم على القدس الشريف، واليوم رح نشوف أجواء رمضان في القدس. طبعا لازم أتشكر أول شيء صديقتنا الإعلامية والصحفية روز الزرو، حط لكم حسابها تحت بالفيسبوك، هي حتكون دائما هي اللي حتتصورنا الفيديو، وبالإضافة هي ناشطة في نقل الأحداث اللي بتصير داخل فلسطين والقدس بشكل يومي، فتابعوها أكيد على حسابها بالفيسبوك، حيحط لكم الرابط تحت في وصف الفيديو. يلا فينا على القدس. الصحفية روز الزرو من وسط باب العمود، خليكم معي بجولة مشوار صغير على القدس، وأكيد نهاية المشوار راح تكون في مسجد الأقصى المبارك. طبعا زي ما انتم شايفين احنا هون هاي المنطقة اللي هي درج باب العمود، الجزء الثاني من درج باب العمود. احنا هلا بدنا ندخل على القدس القديمة والطريق اللي هي اللي بتأدي للمسجد الأقصى. طبعا في مدخلين لهذا لهي الطريق، في مدخلين اللي هو المدخل الأول اللي اسمه مدخل سوق خان الزيت، والمدخل الثاني اللي اسمه طريق الواد. احنا طبعا بدنا نمرق من طريق الواد طبعا اللي المدخل اللي على اليمين هذا اللي هو مدخل باب خان الزيت. احنا بدنا نعتمد اللي هي طريق مكملين. احنا طبعا احنا هلا موجودين امام احدى ابواب المسجد الأقصى المبارك. هذا الباب يسمى باب المجلس. طبعا احنا من خلال هذا الباب رح ندخل على ساحات المسجد الأقصى. وحيثما كنتم فوالموجود شطرة. والله لا 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 حشاك ولا تكون كلب؟ لا بديش حشاك. تمام كل بعد رمضان خلاص. احنا الان بساحات المسجد الاقصى، وخلينا نعمل توضيح انه احنا لا بالساحات السفلى. طبعا هذه هي التحضيرات اللي حضرنا اياها وزارة الاوقاف علشان رمضان. هاي الناس كلها غريبة عن القدس، هي جاي زيارة للمسجد الأقصى. القبة الذهبية هاي اللي احنا بنشوفها هاي اسمها قبة الصخرة وليست للمسجد الأقصى.
والله ما بدي احاول انه ادخل جوا قبة الصخرة. حصور لكم اياها هلا جوا. خلي معرقايل طبعا الناس الموجودة عملها تتحضر لصلاة الظهر. طبعا هذا المكان داخل قبة الصخرة. هذا المكان يسمى بالمغارة. شايفين هذا من داخل قبة الصخرة ما بين ظهر العصر بيكون قبل صلاة الظهر بيكون في درس طويل. طبعا هذه جماليات جانا هون لساحات المسجد الأقصى. ساحات المسجد الأقصى وقبة الصخر نقول لأنه زي ما حكيت لكم في خطأ. الكل يعتقد أنه هذه هي قبة الصخر. هذه هي المسجد الأقصى. هي فعليا هي قبة الصخرة وهذه القبة هي قبة المسجد الأقصى.
طبعا خروجنا راح يكون مش من نفس الباب اللي احنا دخلنا منه، خروجها راح يكون من باب القطاني وهو من اجمل ابواب المسجد الاقصى. هات سوق قطاني، طبعا هاي القومي يعني لا شعوريا الا توقف تشتريها، ريحتها بتشتري. هاي الشغلات المجففه هاي محبوبه يعني مش بس بشهر رمضان، هي بجميع الاوقات يعني. ورزي ايش بدك تحكي لي؟ بديش تزيع خمسه ولا اياد معليش اصبع عليهم على حوالي خليك زي ما انتم شايفين احنا في عنا زوار مش بس بلوفلكس. في كلاب هون كمان، دول كلاب. طبعا هاي الطريق هي تؤدي الى الباب اللي اسمه مدخل البراق او الأنطرة. طبعا هو مش مسموح لاي شخص انه يدخلوا. أجمل الشغلات الموجودة عندنا هون عندنا في البلد. الشغل اللي هو رسم على هي السيفوني. كل عام بخير. بعدنا في جمعه عن هاي الشغلات الجميله، هاي ما بتلاقيها لعنا طبعا لان كلها شغل. هاي شغل ايد. مرحبا يا حازم، كيفك؟ شو اخبارك؟ عامك بخير. رجعت لك بس اروح اصور عند الانتر. هاي جاي ايوه حلو لبس رمضان، اخذ لبس المنديل وانت لبس دشدشه. فاهم عليك. هذا الطريق هي اللي ممكن مرات احنا نحس انها بتعتمد على شغل السيفونير او السنتورية، يكون فيها الجلود، شغلات الجلود يعني. لا انا اللي بدي اوصله بدي اوصل لعند مدخل حائط البراق. هون كلها اماكن سياحية زي ما انتم شايفين. طبعا هون احنا ممنوع ندخل، رح نوصل لمنطقة معينة وبعدها رح انه هون شوفوا جمال هالمكان.
هاي المدخل تبع حائط البراق. سيتي مجمع فيش ما بيجي ماتسوم طريق الواد. طريق الواد اللي احنا دخلناها في Thank you.